السبب اللي تسقط به الحضانة الرئيسي هي إعادة الزوجة للزواج. بصح ماشي إعادة الزوجة للزواج فقط، ليكون أجنبي غير محرم لما للدراري. كيفاش أجنبي؟ غير محرم. داكور. إلى عودة الزواج المواطن الجزائري دير في باله بلي أنه الزوج الطليقة ولا الأرملة إلى عودة الزواج تسقط لها الحضانة. نو، إلى عودة الزواج بعم الدراري أو غير محرم ليهم أو خال، وي خال الدراري، خال راجلها، هنا ما تسقط لهاش الحضانة. في غير في هذه الحالتين المادة شوف شو تقول، تسقط الحضانة إذا عودة الزواج بغير محرم أجنبي. بغير محرم أجنبي لمن؟ للطفل، للدراري أوتوماتيكمون، اللي هاي ما تقدرش تتزوج به. إلا تزوجت بعمهم ما تسقط لهاش الحضانة. داكور. في حالة أنها سوا ديزون يماها ماهيش موافقة على الزواج، على لو دووا دوموندي لاكارت، في هذه الحالة ما تقدرش. داكور. فهمتني؟ هنا المادة واضحة أنها إلا تزوجت بإنسان غير أجنبي، غير أجنبي غير محرم، في هذه الحالة ما لا تسقط لها الحضانة. محرم لما تسقط لهاش الحضانة لحماية العم، من غير العم، العم الأطفال، عم الأطفال أو عم خال باباهم، خال باباهم ولا عم باباهم. فهمتيني؟ هي لحماية الأطفال، حكمة من عند المولى عز وجل. فهمتوني؟ بس ما هوش أجنبي عليهم ومحرم عليهم، بس ما كاش منها أنها بنت قاصر تعيش مع إنسان غير محلم. محرم ليها، هذه هاجة. وكان أسباب واحدة آخرين، أنها إذا تعرضت إلى ضغوطات نفسية ومرضت عقليا، ولا هنا الوالد أو الطليق يجيب ما يثبت ذلك ينحي لها لاكارد. إلا ما عطاتلوش ثلاث خطرات يشوفوا.